النفس ماذا وراء فعل الشرور؟ ثم ماذا خلف الصراع الغدور؟ ولماذا هذا الشقاء طوانا؟ ولماذا تعلة الديجور؟ ولماذا في الدرب ضاعت خطانا؟ ولماذا يا نفس صمت القبور؟ ولماذا ننسى القيامة عمدا؟ كيف تنسى أهوال يوم النشور؟ هناك عدة أسباب لغضب الله تعالى على الإنسان، ومن الأسباب التي تؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى، بل أولها وأسوأها، الإشراك بالله عز وجل والكفر به تعالى، وهو الواحد الأحد. فمن أكبر الذنوب التي تؤدي إلى غضب الله عز وجل على الإنسان أن يشرك بالله الواحد الأحد بالقول أو العمل. سنذكر اليوم مشاهدينا الكرام ثمانية ممن لا ينظر الله عز وجل إليهم، فمن هم هؤلاء؟ واحد، من لا يقيم في الصلاة صلبه بين ركوعها وسجودها. عن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. اثنان، من اشترى بعهد الله عز وجل وباليمين الفاجرة الكاذبة. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية تدل على عقوبة من اشترى بعهد الله عز وجل وباليمين الفاجرة الكاذبة، من اشترى بها شيئا قليلا من حطام الدنيا وعرضها الزائل الفاني، سواء كان قليلا أو كثيرا، وإن هذه عقوبته والعياذ بالله، وأنه سوف يلقى الله عز وجل فلا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، فيحصل له هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذه الآية الكريمة، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. ثلاثة، الحاكم الذي يحتجب عن رعيته ولا ينظر في حاجتهم وفقرهم. عن أبي مريم الأسدي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة. وسيدنا عمر رضي الله عنه أكبر مثال على الحاكم الذي كان لا يأكل على كل الموائد، الذي لم يختلف اثنان في عصره الذي كان يخاف منه الشيطان. خرج رضي الله عنه يوما يتفقد رعيته كعادته ليطمئن عليهم، فمر على بيت يبدو عليه أنه بيت فقراء، فسمع رضي الله عنه بكاء أطفال، والأطفال يجذبون ملابس أمهم من كثرة الجوع، وأمهم تصبرهم. فعندما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه سأل عن حال هذه المرأة وأطفالها، فإذا بالأم تشتكي لسيدنا عمر، وكانت تضع قدرا على النار به ماء تصبر به أولادها، وقد وضعت في القدر حصا حتى تصبرهم ويناموا. فعندما سألها سيدنا عمر رضي الله عنه على حالها قالت: الله الله في عمر. فارتعب سيدنا عمر رضي الله عنه من قول المرأة فقالت: سبحان الله، حالنا كما ترى. فقال لها: وما أدرى عمر بحالكم؟ قالت: الله الله فيه، كيف يتولى أمرنا ويغفل عن حالنا؟ فانتفض سيدنا عمر رضي الله عنه وذهب إلى بيت مال المسلمين وأخرج حصة للمرأة وأحضر لها طعاما في ليل شديد البرودة وحمله على كتفيه، ودخل بيتها وأوقد النار وصنع الطعام وخبز الخبز، وبدأ الدخان يأتي جسده ولحيته ورأسه، وقدم لها الطعام. فشكرت المرأة الله عز وجل لهذا الصنيع ودعت له وقالت: والله أنت أحق بالإمارة من عمر بن الخطاب، وما كانت تدري أنه هو عمر رضي الله عن عمر وعن كل عمر. ممن يعدل بين الناس ويسعى في مصالح أمة الإسلام ويقوم عليهم بما يرضي الله عز وجل. أربعة، الديوث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه،
والمرأة المترجلة والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. خمسة: من حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. خمسة: من ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وفي رواية: ورجل ساوم رجلا بسلعة. رواه مسلم. ستة: العائل المزهو والمتكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. سبعة: الشيخ الزاني، ذلك أنه قادر على رد الفتنة أكثر من شاب صغير، فالله عز وجل حذرنا بألا نقترب من الزنا ولا تقربوا الزنا، فاللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذا يجب أن يسرع من فعل ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من ذنبه، حتى لا يكون من هؤلاء الذين لا ينظر الله عز وجل إليهم، فالله يمتدح الطاهرين التوابين المتطهرين ويزكيهم ويتوب عليهم، فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ثمانية: من بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وفي رواية: ورجل ساوم رجلا بسلعة. فاللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك ربنا رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، واجعلنا ربنا من السعداء في الدنيا والآخرة، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن أهل القرآن، ومن أهل الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد، والحمد لله رب العالمين.